مساكم الله بالخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة توغل في الصميم، والتي أقدمها نيابة عن الزميل عبد الله المديفر، والذي حملني مسؤولية ما يدور في هذه الحلقة. وطلب عبد الله لا يرد ولا يكون طلبين. باسمكم أرحب بضيفي وضيفكم وضيف في الصميم، الكاتب الكويتي الأستاذ فؤاد الهاشم. مساك الله بالخير. يا هلا بيك، اهلا وسهلا. سعيد جدا بحضورك، اهلا بك في الرياض، اهلا بك في السعوديه. لست بالضيف الجديد، بل انت ضيف دائم وحاضر منذ قديم الزمن. ابدا معك بشكل مباشر بالخط اللي انت مشيت عليه خلال فتره طويله، خط حمل عنوان عريض اسمه علامه التعجب. علامه التعجب هي السطر العريض لمقالاتك، المقالات الساخرة التي دأبت على كتابتها تقريبا منذ عام 1981، صحيح؟ يعني 32 سنة تقريبا. بين علامة التعجب تدور كثير من علامات الأسئلة. أبدأ معك مباشرة بالسؤال الذي يدور عن تغير فؤاد الهاشم حينما ترك القلم وفكر بالشاشة. قدمت برنامج تلفزيوني اسمه علامة التعجب أو ساعة التعجب. أيوة، هو هم محطتين تلفزيونيتين، الوطن تلفزيون الوطن باسم كان ساعة التعجب، وتلفزيون الصباح كان باسم ساعة مع الهاشم. محطتين تلفزيونية. إيش الفرق بين الخطابين؟ خطاب إنك تكتب وخطاب إنك تكون قدام الكاميرا وتتكلم، حسيت في فرق شاسع؟ يعني اولا يعني انا اوجه تحيه لزميلي عبد الله المديفر، كان مخوض معي وكلمني من قبل شوي وقال لي انه في طبعا لبس لازم، يعني هو يكلمني عن المنع. ظهوره ذكرني بشبابي انا. كمان يعني كان قديما والان ممنوع من الكتابه، ممنوع من ظهور التلفزيون، فانا اشعر بمشاعر، بس هذه امور قلت له ان هذه امور كلها يجب ان، لانه لو كان موظف في وزاره الكهرباء قسم تحصيل بالرياض ما حد كلمه ولا حد قال له وقف اجره، هذا عمل اعلامي. انت متعود يعني انت على اساس انك متعود على امر الايقاف طبعا يعني امر الايقاف هذا بالنسبه لي الاعلامي عموما يجب ان لا يكون مفاجاه له، يعني بل هو يستغرب يمكن لما يمر عليه سنوات ولا يوقف، اذا هناك خطا فيه هو، معناته مقصر يعني. طيب عوده الى السؤال. طبعا الفرق بين الكتابه، انا كتابه صحفيه والظهور التلفزيوني يعني انا قلمي اطول بمليار فرسخ من لساني. انا قلمي سكين، اكتب بسكين، حتى ساعات يعني انا ساعات اسكر السكين شويه وارتاح خمس دقائق قبل لا ارجع افتحها مره ثانيه عشان تخف اللغه. لساني ناعم، ريشه نعامه، وبالتالي دائما عندما ظهرت على التلفزيون، بس هذه مجرد يعني تجربه صغيره، يعني شهر واحد تلفزيون الوطن وثلاث اربع اشهر تلفزيون الصباح، لكن مقارنه مع 30 سنه كتابه يوميه تختلف يعني. الكثير من الناس قالوا لي ان احنا نفضل ان نقرا لك على ان نستمع اليك. وزمان كان يعني في ملاحظه وصلتني مره من قارئه تقول لي انه اثنين بالكويت كانوا موجودين ولا زالوا، يعني كان الله يرحمه الدكتور احمد الربعي، تقول احمد الربعي الله يرحمه كان يسحرنا عندما يتكلم، وانت تشدنا وتسحرنا عندما تكتب، وبالتالي يعني ليس بالضروره ان يكون هذا مو قياس مع الفارق؟ احمد الربعي رحمه الله كاتب سياسي محلل، انت كاتب ساخر. كاتب لكن يعني انا ككاتب صحفي يجذبني اكثر عندما يتحدث مقنع، صاحب منطق، يعطيك يغطي اوجه الاسئله كلها باجابات مقنعه. يمكن تجربته والسياسيه الحزبيه ايامها اليساريه كانوا دائما مقنعين، اليساريين لهذا السبب، واحنا بشبابنا لم يستطع امام مسجد ان يقنعنا، لكن اقنعنا ماو بكتاب الاحمر، اقنعتنا كتب الماركسيه. الفاعلين هذه تجمع مين فيها انت؟
أقنعنا، تتكلم بصفة من؟ يعني بصفتك الشخصية ولا بصفة عامة؟ لا يعني أقنعنا إحنا كشباب تلك المرحلة، زي ما الآن يقنعون الشباب مثلا، تجد الاتجاه ممكن أي رجل دين يشيل عقالة ويلبس القطرة بدون عقال ويطلق اللحية ويخلي وراء عشرات الآلاف تمشي وراه. وقتها احنا كشباب 18 سنة ما كانش عندنا استعداد نسمع من واحد شايل عقالة وحاكينا بغدرة. كنا نقرأ نشتري كتب ماو الكتاب الأحمر من بيروت ليرتين ونقرأه، كانوا هم يشدوننا. أفكار اليسار كانت. طيب أنت ذكرت عبارة استوقفتني أثناء حديثك قبل قليل، تقول قلمي مثل السكين، السكين يذبح، السكين يقطع، السكين يجرح، لا السكين لا أخرج دما. ما هي أجل إيش تسمي سكين؟ سكين لأنها سكين؟ تعور، يعني تعور بدون ما تطلع دم، يعني بدون ما يعني أنت تعور. لا عمري لا مهاجم مهما كان درجة خصومة أتطرق إلى أمور خاصة في حياة من أهاجمه، حتى لو كنت أعرف عنه البلاوي أتجنب تماما، ولم يذكر في تاريخي 32 سنة أن هاجمت شخصا في سلوك الشخصي أبدا، على عكس التيارات الأخرى منها الدينية يهاجمون دائما. أنت تروح تلعب قمار في لاس فيغاس، أنتوا مالكم أمور، أنتوا تحاسبوا الناس على سياسيين على أعمالهم السياسية. الجماعات الدينية فشلت إعلاميا لأنها لا تستطيع أن توجه خطاب إعلامي. احنا عندنا الإخوان المسلمين بالكويت 60 سنة زواج كاثوليكي صار، بس زواج من نوع غريب بينه وبين النظام. أنت عارف القانون لما يجبر الرجل اللي اغتصب امرأة انه يتزوجها، كيف الزواج هذا يصير داخل البيت بين المرأة التي اغتصبت وهي تعيش مع الرجل اللي اغتصبها، وبين الرجل الذي يشعر بأن القانون ألزمه بأن يتزوج هذه المرأة؟ تخيل مشاعر الكراهية بينهم الاثنين. هو حال الإخوان مع النظام السياسي عندنا بالكويت. من يكره من؟ الاثنينهم كلهم يكرهون بعض؟ طبعا. وش اللي جمع كلمتهم إذن؟ اللي جمع كلمتهم بالستينات كان الصوت القومي، تذكر عبد الناصر؟ لا أنا ما أذكر. ما تذكر؟ التيار الناصري والقومي. شركات النفط بالكويت عندنا نفطنا مصدر دخلنا ونفطكم، على الأقل عندنا كانوا 90% العاملين فيه فلسطينيين، وكانت كلمة من عبد الناصر تسكر أبار النفط الكويتية التيار القومي، وكان شعار نفط العرب للعرب يطرحونه الكويتيين القوميين. وقتها كان عبد الناصر ضرب التيار الديني الإخوان المسلمين وأصبح عدوي صديق. نعم. الأنظمة بالكويت والسعودية والخليج استقطبت هؤلاء، ليس حبا فيهم لكنهم أعداء للنظام الذي يهددهم. يعني كأنك تقول أن عروقهم صارت بالماء، على قولة مثل الشعبي عندنا، أنه خلاص معانا بالكويت معاكم أنتم هني. لا هني يعني أنا مبهور بحكمة الملك عبد العزيز لما رفضهم من 70 سنة، لما قال حق عقل بلنا كلنا أخوان كلنا مسلمون، ذاك يبني الخلايا مالته في السعودية. تخيل وهذا هو منعهم، وكيف الآن لكن وصلوا في طريقة أو ما وتجذر بالكويت 60 سنة دخلوا بالنظام. النظام الآن لا يستطيع زي العلاقة بين المغتصب ومن تزوج. طيب بخلاصة حتى لا نستطيع، في عندي مجموعة كثيرة من المحاور لفؤاد الهاشم، أنت ماذا تطالب تحديدا في العلاقة التي يجب أن تقام مع الإخوان المسلمين داخل الكويت وخارجها؟ والله أنا الآن لا أتحدث في كتاب المغلق ولا أرجم في الغيب. ها هي مصر الآن تحترق، ها هي سوريا تحترق، وعلى الأقل مصر الآن يعني التي احتواهم الشعب وأحبهم زمان، وأنا لما كنت أعجبهم 32 سنة وأنا أكتب ضدهم، وكان وايد مصريين يقولوا لي يعني أنت دون الناس بتعرب بنا، ليه أنت تهاجمهم؟ الرجل البسيط، المصري البسيط أو الإنسان العادي البسيط دائما يلوموني أنه أنت يعني هذول ناس طيبين يخافون الله
بتوع ربنا وصلون وشوف الزبيب على اليوم هني، وانت تهاجمهم تظلمهم. وكتبت قبل سنة وتمنيت دعوت الباري عز وجل أن يوصل الإخوان الحكومة، لأنه قلت دي الطريقة الوحيدة اللي الشعب المصري يشوف معركتهم، لكن الثمن غالي. وبالتالي أنا الآن يعني الحذر على بلدي الكويت الآن، لأن هم الآن ضربوا عروقهم الأفعوانية في أعماق مفاصل الدولة كلها. أعيد السؤال عليك بشكل آخر، هل يريد تحديدا فؤاد الهاشم اجتثاث الإخوان؟ نعم، من هذه الكلمة اللي أنت عبرت فيها، أريد أن أجتثهم تماما. من ناحية الخصومة هذا لا يعتبر فجور في الخصومة؟ أنت يعني ليش ما تقبل الحوار؟ ليش ما تأخذ وتعطي معاهم قبل؟ طب ليش ما تقول للعراقيين خذوا واعطوا مع نظام البعث؟ لماذا اجتثتوا نظام البعث العراقي؟ أول ما جاء الحكم الجديد أول قانون اجتثاث البعث العراقي، اجتث. فأنت تريد أيضا على نفس الغرار اجتثاث الإخوان؟ اجتثاثهم من مفاصل الدولة الرئيسية. الآن ماسكين النفط حتى يعني أول أمس أنا كتبت في تغريدة، ما عندي مقال ماكو جريدة، توقفنا 100 مليون دينار طلعت من الكويت لنظام الإخوان في مصر. 100 مليون دينار كويتي ضربها بالدولار 340 مليون دولار. الناس البسطاء تسأل وين البنك المركزي؟ طب ما هو محافظ البنك المركزي يا حبايبي اخوان مسلمين. طيب بالتالي عمليه انت لما لازم تقصقص اجنحتهم هذول، والا البلد في يوم ما ستسقط بسبب الاخوان. انتهى نقطه. انت وضعت النقطه على سطرك، لكن في سطور اخرى اخرها اللي تفضلت فيها انت قبل قليل، وش قصه ايقافك؟ ما هو المقال اللي يعني كان يحمل عنوان احمد الفهد الشيخ الذي احترق؟ هل هذا المقال فعليا وقفت بسببه عن الكتابة يعني في صحيفة؟ يعني هذا مقال أنا المعلومة عندي اللي في المقال من سنة 93، ووجهت تساؤل إلى الشيخ أحمد الفهد الله يغنيه إن شاء الله، ظهرت عليه ثروة مخيفة جدا يعني، ومنذ ما بعد التحرير 94 عندما أصبح وزير النفط، ثم تضخمت بشكل مخيف يعني. أصبح لديه محطة تلفزيون ولديه جريدتان فأنا بس تساؤلي أنه من أين جاءت هذه الثروة؟ ما يعني ما غلطنا في البخاري ولا تطاولنا على الذات الإلهية، من أين ولا تجاوزنا المساس بزوجات صحابة الله؟ لا، أنت سؤالك واضح، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ وتوى يطلع السؤال هذا، وكتبت المقال عنه فترة طويلة، رفضوا نشره في الجريدة، نشرته في موقع في جريدة إلكترونية. تعتقد مثل هذه النوعية من الخطابات أو هذه المقالات تحتمل صحفنا أن تنشرها؟ يفترض يعني أنا ممكن أنا لو كنت صاحب جريدة أنشره وأحط قبل المقال أقول أنه أنا لا أتحمل مسؤولية ما جاء فيه حتى يرتفع شأني عند الناس، حتى أستطيع بعدها أي خبر أكتبه جريدة الناس تتقبل مصداقيتي، يعني يقول شوفوا فؤاد هاشم كان جريدته وكتب شيء ضده ونشره، من هنا اكسب قاعدتي عند الناس، لانه انا بجريدتي توصل لكل البيت. لما يعرفون الناس انه انا لا انشر ولا ابث الا ما يمس خصومي وابتعد عن نفسي. هذا في اكو قانون غير مرئي اسمه قانون القرب القريب في الاعلام. انت لما تفتح محطه تلفزيون وتكون انت مالكها وقاعد بالمكتب فوق، والمذيعين ينتقدون كل مكان في الرياض الا انت، هني تبتدي مصداقيتك تسقط. زي قناة الجزيرة تتكلم عن كل حقوق المواطنين في العالم العربي الا في قطر. انا زملاء قطريين يدقون علي يقولون لي الرقابة بالطعم عندنا بشكل عنيف. الجزيرة قناة الجزيرة بالنسبة لهم زي السوق الحرة، ما كنا مدخل مطار، سوق حرة ما فيها ضرائب محددة من الترمينال لغاية الجوازات، هذه قناة الجزيرة الحرة لهم، حرية لهم. هني تفقد الإعلام يفقد مصداقيته ما لم تكن تطرح الانتقاد حتى لو أنت صاحب هذه المحطة وجالس مكتب. طيب فؤاد الهاشم عرف بسخريته، فعندما تكتب مقال يحتوي ويخاطب رمز من رموز السلطة
ما تخشى أن تكون مآلاته في نهاية المطاف هي حالة من حالات القطيعة والهجران بينك وبين الشخص الذي كتبت عنه؟ هو هذه النقطة اللي أنت يعني زي اللي قلتها، يمكن الإجابة عليها أكثر سخرية. يعني أنا في مسؤولين منهم نواب منهم وزراء منهم نواب الأمة، لما أو أنتقدهم أنا أنتقدهم لشخصهم ولا لمناصبهم؟ أنا أنتقد الرجال في مناصبهم، هو منصب رسمي سواء نائب البرلمان أو وزير، لما التقي معهم في مثلا حفل غدا في عشاء دبلوماسي اتفاجأ فيهم يشيحون بوجوههم، يعني كأنه مثلا زعلانين مني، وكنت دائما ارد عليهم بسخريه انه يا جماعه هم اثنين اللي لهم حق يزعلون مني ما يكلموني، والدتي وزوجتي، انما وزير تصد عني ولا انت نائب، انت اقعد في البيت كنائب لن ينتقدك احد، لن ياتي مذيع في قناه تلفزيونيه ويهاجمك. يعني طالما انك برزت الاعلام برزت الراي العام فتحمل مصيرك وعمل عام وعمل عام. انت قاعد تعمل تقول انا قاعد اعمل من اجلكم، لا انا اقول لك انت غلطت يا نايا، انت قاعد تعمل لي ولاولادي واولاد الناس والكويت، وبالتالي كل مسؤول عليه ان يتحمل او ان يخرج يروح يشوف له بسطه يقعد في قهوه شعبيه، لن تذكره لا كاتب ساخر ولا كاتب جاد ولا محطه تلفزيونيه. لكن حكايه نحن في السلطه وفي الحكم ولا تنتقدونا، وبالتالي يعني هذا تعودنا انه ننتقد. وزاره الاعلام ثاني يوم تحولنا على النيابه العامه، يعني لله الحمد عندنا شويه هناك القضاء هو ينصفنا منهم في حالات كثيره. طيب انت في مقالاتك كتبت كثيرا عن المراه، يعني انت ترفع شعار ليبرالي واضح المعالم، هناك مطالبات حقوق يجب ان تحصل عليها المراه تحديدا، المراه الكويتيه تحديدا. السؤال المفترض انه يطرح هنا، ما هي الحقوق التي لم تحصل عليها حتى الان المراه الكويتيه على وجه التحديد ويطالب بها فؤاد الهاشم؟ لا هي يعني المرأة بالكويت من بعد 2006، يعني يمكن أقول لك هالمعلومة بعد هذه، 2006 كان في، كنت في القاهرة اتصل فيني أحد الوزراء داخل مجلس الأمة الكويتي يقول أنا طلعت الاستراحة أكلمك في جلسة ماراثونية من الصبح، كانت الساعة 4 العصر لأربع العصر، يقول عقلنا على روسنا من الصبح ونحن نقاتل عشان ناخذ الحق السياسي للمرأة عشان البرلمان يوافق. طيب وانا هنا اقاتل بعد، بس عندي فاصل خلنا نتقاتل انا وياك بعده. اذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود من بعد لاستكمال المسير مع فؤاد الهاشم. أهلا بكم من جديد في الصميم بصحبة فؤاد الهاشم. أعود إليك من جديد، كان حديثنا قبل الفاصل عن المرأة والمرأة الكويتية على وجه التحديد بالنسبة للحقوق السياسية. خبت الحقوق السياسية وبقوة الحكومة بسلطة الدولة، يعني لو تركت الرأي العام المجتمع صعب جدا أن تأخذ حقوقها. المجتمع موافق، زي أنتم عندكم بالسعودية الآن المجتمع موافق على قيادة المرأة السيارة، معظم خلينا نقول نص أو الصفوة، لكن اللي معترض هم الطبقة المحافظة الدينيين رجال الدين فقط. حتى السلطة حتى الملك نفسه موافق على موضوع قيادة المرأة السيارة. لكن مثلا بالكويت النواب التيار الديني هو اللي كان معترض على منح المرأة، وحتى مرة عندنا رئيس الإخوان الله يرحمه توفى مال جمعية الإصلاح أطلق جملة شهيرة عندما كان بدايات الحديث عن منح المرأة، قال سأسير مظاهرة من الأحمدي إلى الجهرة، يعني حوالي 90 كيلو شو اسمه هذا، تهتف ضد المرأة. إنما الإخوان في داخل انتخابات جامعة الكويت اتحاد الطلبة المرأة يخلونها تصوت،
وبالتالي هم برغم يعني براغماتية في حال التناقض في تقديرك أي. تقدير فؤاد الهاشم. طيب فؤاد الهاشم في المقابل ومن خلال ما يجري في الوسط المحيط بالمنطقة الخليجية تصف الرئيس السوري بشار الأسد بالنعجة، وصفته بالنعجة، تؤيد الثورة السورية. والله بديت أعيد النظر في موقفي. تخيل هذا تراجع مش تراجع يعني أعيد النظر حسابات كثيرة بالنظر في الثورة السورية ولا في الثورة السورية نقاط معينة. الشعب السوري مظلوم، الشعب السوري يستحق الوقوف معه. أنا الآن صارت مشكلتي وتوقفي مع من يدعم الشعب السوري من الذين يدعمون مرسي والإخوان في مصر، هم نفسهم هؤلاء الأبالسة الذين يدعمون مرسي عندكم وعندنا، هم نفسهم اللي قاعدين يدعمون جبهة النصرة والشيشانيين واليمنيين والليبيين اللي قاعد يقاتلون فيه. بس من خلال الاستقراء في حملات تبرعات مال أموال، جمع أموال ضخمة جدا ما تنطلق من الكويت. كلهم ايش موقفك منها تحديدا؟ لا ما كلهم هناك بالكويت، هاي شغلة المتاجرة. انت عمرك شفت واحد ما يلبس عقال وعنده لحية وحافي وعنده تيوتا كاملة اقساط؟ كلهم إدارية، كله من اموال الصدقات والزكوات. اقول لك شغله، وانا هذه تسببت في ايقافها، ومن يومها الاسلاميه يتزايد كرههم لي جيلا بعد جيل. وفي الوطن 86 87 اعتقد نشروا اعلام في جريده الوطن الاسلاميين والمتدينين اعلان يقول ادفعوا دينارا لسقيا الحجيج. سقيا الحجيج أي. ما كان له علاقه بالاحداث ذيك الفتره؟ لا 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 86 هاي كان ايام حرب الناقلات، هم يبون فلوس كان وقتها. فرديت عليهم بقسوه، كتبت مقال قلت انتم شنو الملك فهد الله يرحمه كان موجود يعطي ماي حق الحجيج مو يشربون يتسبحون فيه، يعني الحجيج مو بس عندهم ماي كفايه يشربون، يستحمون بالمياه المعدنية من كثر الماي. فتدخل السفير السعودي وايد كلامي وبعث رد قال نعم نحن عندنا مشكله، ما عندنا مشكله سقاط الحجيج نعطي. ووقفت الحمله وكرهوني كره، سبوني من على منابر المساجد لان حرمتهم من دينار كان بياخذونه من اي جهه اخرى، من اي جهه ياتيهم. وبالتالي انت تقول لي المال، اذا كان هالمال كل هالمال يوصل كان المفروض كل سوريا الان من اللاجئين عند امريكان اكسبريس. اذا تشكك انت في تشكك في هذه الحملات؟ اوف. طيب الموقف السياسي الكويتي؟ الموقف السياسي الكويتي الحكومي تريد أن تمسك العصا من النص، وكانت حكيمة إلى اليوم اتضح حكمتها بعدم سقوط النظام مستمر، بعدم سقوط النظام لا زال موجود. تعيدها بس حتى أتأكد من حتى لا أتداخل بالأفكار معك. لا لا إنه عدم يعني سقوط النظام السوري، عدم سقوط النظام السوري حتى اللحظة يدللك على إنه النظام بالكويت كان حكيما في عدم الانجرار المطلق خلف الثورة بالمئة بنسبة 100%. يعني هذا ترك الباب مواربا، والدليل الآن كهف بشار لا زال يحكم وسيحكم لسنوات. إذن هناك شيء ما في الموضوع خطأ. إذا أنا دعني أقول لك أني أريد أن أكون محامي الشيطان، وسأقف مع بشار الأسد لدقائق وأقول أنه هو الآن يقاتل ناس هي ذاتها التي تريد أن تحرق مصر. إذن أنا ليش ألوم بشار الأسد وهو يقاتل دفاعا عن بلدي ضد من يريد ان يمزقها الى فتيفة الى اقل من الفتات؟ اذا اعدت موقفك يا فؤاد، اعدت موقفك من الثورة السورية. بديت اعيد النظر بديت فيه. او بديت اعيد النظر فيه. قبل شهرين انا كاتب بتويتر وهاجموني كثير من المصريين زملاء وصحافه، قلت في جيش مصر حر سينشا. اليوم اعلنوا عنه واحد اسمه تؤيد باختصار، يعني ما يبغى لا يا ابيض يا اسود، تؤيد النظام السوري ولا ما تؤيده؟ ما هي المساله ما بقيش كده، يعني ما بقيش عطني الخيارات المتاحه لي. يعني الان اللي يدعمون الثوره في سوريا انت الحين كنظام في السعوديه
وكرأي عام سعودي يقف مع مصر الشعب، مضبوط. لكن جماعة الدعاة الجدد هذول المليونيرية اللي واقفين مع مرسي والبلتاجي والمرشد يقفون هم ذاتهم مع عرعور والشيخ عرعور وجماعته وليد طباي بالكويت. طيب انت شلون توقف؟ حتى توقف تقول انا بفصل يا اوقف مع هذول هذول، ما تقدر تفصل. الحكايه مش يا ابيض يا اسود. انت مع ثوره الشعب السوري وضد النظام السوري في دمويته مطلقه، لكن في نفس الوقت انت لا تلوم بشار الاسد لانه عايز الان ما يجي في مصر بروفه مقدمه لما سوف يجي في سوريا. طيب انت اوضحت رايك في هذه المساله، لا اود ان اتشعب فيها، لكن عندي مجموعه من الصور قبل ان انتقل اليها واتجاذب اطراف الحديث معك حولها. في سؤال ملح وحاضر ويدور في اذهان السعوديين تحديدا والكويتيين ايضا. ياسر الحبيب بعد الحديث الطويل عما قام به وبدر منه في السنوات الماضية، طلبت بأن الجنسية تعاد إليه، طلبت أيضا أن يكون في وزير الأوقاف، لا مانع أنه يكون شيعي، وكيل أوقاف أو وكيل أوقاف، أنت ذكرت مو وزير أوقاف، وكيل أوقاف شيعي. الرأي هذا هل هو على غرار رأيك في الثورة السورية؟ تراجعت عنه يوم وليلة تتغير أفكارك ولا إيش القصة؟ يعني منصب وكيل وزارة الأوقاف شنو؟ وزير دفاع منصب تحصيلي بالكويت، خليك من وزارة الأوقاف بالكويت، رئيس أركان القوات المسلحة شيعي كان. طيب دعك من المناصب الرسمية، هذول مواطنين كويتيين. ياسر الحبيب ياسر مخبول مخبول مخبول. إذن تفسيرك لإعادة الجنسية وطلبك أنه تعاد الجنسية له؟ إي لأنك يعني أنت الآن في بالشوارع أحيانا تشوف، اسأل كبار السن عندكم وعندنا، في كبار السن زمان كان في كل شارع فيها مخبول بيمشي ثلاثة مشقوقة ليحال صحف الصخر عندنا وعندكم وبالبحرين اكو في مجتمعاتنا الغليظية. هذا واحد منهم يعني؟ يعني تسحب جنسية المخبول هذا شقه؟ في دعم له في حالة من حالات الاحتفاء حاكمة، إذا أنت مع أن يسري عليه القانون سجنة، هذا جزء من المحاكمة. حتى سلمان بوغيث مال القاعدة تسحب جنسيته ضده أنا، تله حاكمة سجنة. بس مشكلتنا النظام بالكويت لا يريد صدام. انا اقول لك شغله معلومه، علاء حسين كويتي عينه صدام حسين رئيس وزراء الكويت، مضبوط. راح لوزير الاعلام مسبق سعد بن طفل العجمي، كان ملحق اعلامي وقتها بلندن، قابله بالنرويج عشان يجيبه. الانجليز قالوا لنا ندز لكم، الاوروبيين قالوا نطق لكم وندز لكم، احنا ما نبي الحكومه بالكويت، النظام ما يبي لانه مش عايز محاكمات سياسيه وتعور رؤوسنا وضغوط داخليه، يبقى خله ما نبي. فما صدقوا على الله، سليمان راح وقطع الحتوتين وطلع مع بن لادن، اسحب جنسيته عشان لا نبي يجي ولا نبي حاكمه. ايران توسلت له وخذوه، الامريكان قالوا لهم بالاردن سلم لكم، ما نبي. هم ما يبون يعني سحب الجنسيه في تقدير بسجل الحين. سحب الجنسيه في تقدير فؤاد الهاشم هو لشراء راحة البال، اشتري راحة راسي. ايوه طيب بس اشوف انا وياك الصور. أوكي. عندنا مجموعة من الصور، نشاهد الصورة الأولى. الصورة الأولى على الهواء الآن، صورة مجلس الأمة الكويتي. شفت الصورة ولا ما شفتها؟ مبداك تشوفها؟ ما مبداني لقطة. طيب اي لقطة سريعة مبداك. مجلس الأمة بين شد وجذب وعدم استقرار، رغم أن الكويت كان يضرب بها المثل في الوسط الخليجي بأنها صاحبة الباع الطويل في تجربة العمل الديمقراطي. ما تقييمك للمشهد الديمقراطي ومجلس الأمة والانتخابات القادمة في الكويت؟ شوف مجلس الأمة يعني كان بدايات المشاركة بالحكم، و عبد الله السالم كان له جملة كان يقولها المحيطين حواليه ويقولها لأبناء أسرته، إنه أنا بهذا الدستور
أطلت حكم أسرة الصباح 100 سنة أكثر بهذا الدستور، أطلت فترة حكمكم وأنتم يخاطب الجيل الثاني من بعد الصباح، أطيلوا حكمكم ما استطعتم بوسائلكم التي تقنعون بها الشعب بالاستمراركم والحكم. للأسف بعدها سياسة التجنيس العشوائي، محاصصة سياسية، صراع داخل أسرة الحكم، هذا مكشوفة صارت للكل. من يريد، وأحمد الفهد أحد أسباب الصراع بالكويت أنه يستعجل الدخول إلى قصر السيف، مستعجل. زي ما عندكم تاني أيضا في توجهات وفي بعض اللي يصلنا منها طشار ويحركون أدواتهم هناك بالكويت، بما فيهم أحدهم اللي طرح على خادم الحرمين الشريفين أنه يعين رئيس وزراء في السعودية، يستحدث موضوع انشكوا. من الذي أوحى إليه هناك أنه خادم الحرمين يؤسس ويستحدث منصب رئيس وزراء؟ إذا في جناح هنا داخل يريد منصب رئيس وزراء، زي ما عملوا في ياسر عرفات وقالوا استحدث رئيس وزراء، وبعدين صار رئيس وزراء هو اللي يشيل الرئيس. إذا صار مجلس الأمة هناك مثل مجلس النواب اللبناني، تدخل داخله تلاقي 4 يدارون من ليبيا، و5 من سوريا، و4 من الخليج، و3 من إيران. الكويت وصلت لهذه المرحلة؟ مجلس الأمة في الكويت وصل إلى مرحلة تدخل خارجي يقود؟ أوه من زمان، صار لنا فوق ال5 سنين يمكن الحين التدخل خارجي الحين. بس من اللي يتدخلون تحديدا؟ الدنمارك بس، هذا ما دش الكويت بس الدنمارك. ما في دول، ما في دول معينة أنت تتهمها بعينها أنها لا تدخل وتأثير على يعني دول إقليمية؟ يعني من اللي يهتم بشأن كويتي؟ يعني مثلا النمسا تهتم، يعني دائما لما يقولون انت والله انت تقصد مثلا دول ايران، يعني مثلا انا كان لي راي دائما اقوله عن دول الخليج، حتى قناة العربية مرة هم حذرين دائما العربية في استضافتي، يعني بس استضافوني بهالوقت عشان اقول لهم هالراي هذا، انه دائما اتهم ايران بالتدخل بالشأن الخليجي. اقول لهم يا جماعة انتم دول الخليج، احنا أجهزة استخبارات عندنا، مال عندنا، قوة أمنية بوليسية شرطية عندنا، لماذا لا ندعم جند الله السنة في حدودهم مع باكستان وإيران؟ لماذا لا ندعم الشيعة في مجاهدي خلق؟ لماذا لا ندعم الأهوازية السنة والشيعة في المحمرة؟ لماذا لماذا ولماذا؟ إذا لماذا دائما نقول إيران تتدخل بشيء وإننا ولا تدخل؟ أنا كان قصدي أنه يعني مثل ما تراني أراك، من يتدخل في شأننا علينا أن نتدخل في شأنه، لكن أن نجلس كالأرامل وجينا على خدنا ونطلب ونقول هذا يتدخل في شؤوننا، هذا يتدخل في شؤوننا. بالكويت الأصابع كثرت، التدخلات كثرت، ولاحظ بن جاسم راح الكويت سكت، ماكو مسيرات. أنت حطها زي الشماعة بن جاسم. أنا حاطة شماعة من أعتبر أسردك مجموعة مقالات. 155 قضية علي، هذا لو شماعة ما رفع علي قضايا هالكثر. 155 واحدة منها اللي أنا ما خليتوني، ما قدرت أجيكم أمس، كان المفروض لقاء أمس معكم. إيه نعم، سكوك في المطار، وقفوني مطار الكويت. وبالتالي وشلون طيب سلكت، يعني شلون دخلوك؟ دفعت المبلغ؟ دفعنا دفعنا بعد القضاء وغرامة حكام دفعنا طبعا، تأجلت السفرة. فبالتالي 155 قضية، نص الجيش القطري يعني بالكويت يشتكي علي. تخيل لما انت صحفي ويشتكون عليك ضباط جيش وسلاح وطيارين في سلاح الجو، تسوي؟ طيب انا ما راح اسوي شيء، انا امر من يديك. ما حربتهم ميراج 2000. خليني بشوف معك صوره اخرى، الصوره الثانيه. الصوره الثانيه لشعار جريده الوطن، ما ادري هي حبيبتك، صديقتك، بيتك. 30 سنه اشتغلت فيها. لكن سكينك اللي عبرت عنها في بدايه الحلقه يا فؤاد الهاشم حطيتها في جيبك الحين، أغمد. أنا ما أسمي سكين طبعا، بسيف وسكين، أغمد واختفى.
كيف تنظر إلى أجل إلى أجل مسمى؟ إلى أجل، لأن السكين حتنفتح مرة ثانية. يعني أنا سبق توقف من قبل وسبق السكين طويت، إنما هل تشعر بحالة من حالات الخذلان مع صحيفة الوطن؟ خذلوك في لا والله حقهم، يعني هم يعني لا صحيفة مملوكة للدولة ولا شيء، قطاع خاص ومملوكة للقطاع خاص، مصلحتهم كل من يبحث عن مصلحته، عندما يرى أنه والله الكتابة في هالموضوع تضر مصلحته معلومة. تدين لهم بالفضل؟ تدين بالفضل لجريدة الوطن؟ أنا الوطن قاعد فيها بثلاثين سنة، لو أحسب الساعات اللي قاعد فيها أكثر من مما نمتها بفراشي بالبيت، يعني 30 سنة كنا نديش الصبح يطلع منها مع أذان الفجر، حتى في يعني جملة تداولها إنه حنا نسمع عن الزحمة بالليل وبالنهار، بس ما نشوف، لا نطلع قريب الساعة 1 2 بالليل. يمكن كم كنت شباب يعني، الحين وضع تغير ولا اي يعني المهم قضينا عمر فيها يعني. وانا يمكن من زملاء الباغي كلهم طبعا اللي كانوا معي ب 30 سنة، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من تقاعد، ومنهم من غادر الى بلاد السواء من الموافدين. فانا جاء علي الدور واترك سلم جيل جديد. طيب انتقل الى محور يمثل ركيزه اساسيه في الصميم، محور التغريدات وما سالك مجتمع المواردين في تويتر، لكن بعد هذا الفاصل. اذا فاصل قصير، نواصل بعد المسير مع فؤاد الحشم، انتظرونا. أهلا بكم مجددا في الصميم في هذه الحلقة التي تجمعنا بالكاتب الكويتي فؤاد الحاشم. ما عندي إلا دقائق معدودة أستاذ فؤاد، مباشرة أنتقل إلى عالم الشبكات الاجتماعية وتويتر وما طرحه جمع من المغردين من أسئلة عليك. أبدأ بالسؤال الأول واللي طرحه إبراهيم المكي. إبراهيم المكي يتساءل، لماذا يتحامل الكاتب فؤاد الهاشم على الإخوان، بل ووصل لوصفهم بأبناء الحرام؟ أليس هذا الوصف والتحامل يفقده المصداقية؟ يعني شلي ممكن تصف يعني تيار يحارب بالدم ويقاتل أبناء شعبه من أجل سلطة، يعني شو اللي ممكن تصف فيه جيمان تقول عنه خوش ولد والله مؤدب هذا، بس اقتحم الحرم المكي أطلق النار في داخل الحرم المكي بس يعني تقول ولد حرام ابن حرام، تعبيرات سياسية يعني. هل هو بفحص دي ان ايه ماله يعني؟ عفوا بس بالتاكيد ولد الحرام صار وصف سياسي؟ طبعا في اوصاف سياسيه، يعني مثلا شيمون بيريز حتقول عنه ولد حلال مثلا؟ تقارن شمعون بيريز بالاخوان اللي عندكم في الكويت؟ ألعن عندنا، على الاقل هذاك يهودي يعاديك منذ ايام الدعوه النبويه، نص القران يتكلم عن خستهم عداوتهم، اعداء مكشوفين. إنما من يعيش بين ظهرانيك ويدعي أنه ابنك وشقيقك وابن بلدك ويعمل، وبعدين أنا يعني هل أعرفهم أكثر من الله يرحمه الأمير نايف بن عبد العزيز لما حذر منهم؟ تكلم عنهم بكل هذه أنت تجمع المصداقية. تجمع أو يجمع فؤاد الهاشم جميع الإسلاميين في كفة واحدة، يعني أنت الكويت فيها خليط من التيارات الإسلامية. عندنا إسلاميين في تاريخنا، رجال دين أفاضل، عبد الله النوري الله يرحمه. أتكلم عن المشهد الحالي، أتكلم عن المشهد الحالي. المشهد تجمعهم في كفة واحدة. كلهم يهدفون إلى المال والسلطة، يطالبونك بأن الدنيا فانية، اتركها لنا، هم يريدونها. وبالتالي يعني أنا أستغرب من الحكاية أنه عندنا رجل دين قضب له واحد طق بخيازين بيطلع اليني منه، في عفريت قال لنا وطقه ومات الولد وهو يطقه.
الان داعيه ويجيكم هني ويلم تبرعات. الشيخ نبيل عوضي اذا انت تتهم عليه قضيه ضرب افضى الى موت، ولا 4 ملايين على تويتر يتابعونه ويتبعونه وعليه قضيه، متهم ضرب افضى الى موت، سجن 3 سنوات. طيب شايف داعيه؟ طيب هذا مشي وراه. اتضح موقف فؤاد الهاشم من الاخوان بشكل عام، تصفهم وتتجاوز في وصفهم عن المصطلح ذكرته اولاد حرام. اتجاوز؟ إيه؟ لا تتجاوز. انا مصر عليه. مصر تتجاوز عن ما هو اشد منه. اي إيه؟ طيب. يعني انا الحين متلطف معاهم. هذا بالتلطف. طيب إيه؟ خليني اشوف التغريده الثانيه. التغريده الثانيه كتبها المهندس ياسر البقومي، مشاهده على الشاشه. يقول ياسر: هل يحمل فؤاد الهاشم الاعلام الكويتي عدم الاستقرار على مجلس أمة يكمل دورة كاملة؟ يضيف أيضا ياسر ويتساءل: هل هناك أجندة لكل صحيفة في الكويت؟ أجندة لكل صحيفة في الكويت؟ أكيد هناك أجندة لكل شيخ في الكويت، هناك أجندة لكل صاحب تكتل سياسي أو تجمع سياسي. بعضهم أجنداتهم داخلية محدودة للتهدف إلى السلطة، بعضهم أجندات خارجية، لهم كل واحد له اجندته اكيد. لا، والجرائد ايضا لها. الاعلام كما سال المغرد تحمل مسؤوليه الغربله اللي صايره في مجلس الامه وعدم اكماله للدوره؟ والله شوف، انا قبل كنت من اشد المعارضين للحكومه بانها اغلقت باب امتيازات الصحف. والان انا اعتذر من حكومه الكويت انه كانت هي بكثير اكثر حكمه مني. لما فتحت امتيازات صار عندنا 14 جريده، يعني بالفعل تمزق المجتمع الكويتي اكثر ما هو ممزق. ليتنا لم نفتح المجال، لانها حريه غير مسؤوله صارت، وصارت زي ما قلت اجندات زي ما قلت لك. والاعلام الكويتي هو مراه لما هو اصلا موجود، الصراع موجود. حتى لو تسكر الجرائد يظل الصراع موجود ويظل الاجندات موجوده، لكن تحت الارض. ما تشعر انك ادخلت المشاهد بحاله من على قولتهم حيص بيص، ما يدري ايش تبي يا فؤاد الهاشم؟ انت تبي والله حريه اعلاميه وتزعل ليش مسؤوله، وفي المقابل تقول ليش تفتحون الجرايد؟ حريه مسؤوله، لانه فضفاض المصطلح. حريه مسؤوليه مسؤوله فضفاض يا استاذ فؤاد. يعني لا اتفق لا انا ولا انت ولا اي واحد من المشاهدين على مصطلح قانون. يعني الامريكان الان والبريطانيين ما عندهم صحافه، ما يمكن انك انت تخترقها. يعني في صوره مسؤول، بنت مسؤول نشرت في صحيفه بريطانيه، دفع ابوها 50 مليون عشان لا تنشرون صوره بنتي، رفضوا. لانه في قانون وفي عرف وفي مهنه وفي قداسه. يعني ليش كل اموال النفط الخليجيه لا تستطيع ان تشتري صحف في بريطانيا او فرنسا او سويسرا؟ تستبشر بالمستقبل؟ عندك حاله من الحالات مره لا محبط؟ لا 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 محبط. السنتين القادمتين خطرتين جدا، خطر مظلم مرعب على منطقتنا. طيب استاذ فؤاد الهاشم، انا اشكر لك حضورك، اشكر لك عطائك، اشكر لك صراحتك، كنت ضيفا عزيزا وشرفتنا في الصليب. وجريا على العاده انقلوا عن فؤاد الهاشم: قلمي كالسكين ولقد غيرت موقفي من الثورة السورية. في أمان الله.